بنام جدا. حسيت انك نضجتي كده من 4 سنين تقريبا، يعني من 4 سنين اول ما بدات كان عندي 30 سنه بالظبط، بدات احس انه في حاجه غلط عندي، انا مش مظبوطه. وبعدين بشوف ناس تانية حياتها برده مش شبه، خلي بالك انا برده مش شبه ناس كتير. يعني انا مش هتلاقي لي شلل، عارف انت فاهم، ما عنديش اكلم فلان ولا علان عشان يشغلني، انا ما عنديش الحاجات دي خالص. انا اقعد في بيتي هانم، في شغل هشتغل. انا بحب انام جدا بدري، بحب اصحى بدري، بصحى الساعه 5 6 الصبح، بستفيد باليوم. تقولي بتعملي ايه؟ اقعد اتفرج على التلفزيون، اشرب قهوه، اقعد العب على الكلاب بتاعتي، اقعد اشوف فضايح الناس، اخبار، اشوفك انت كاتب ايه النهارده، مجرس مين كده يعني كده يعني هتقبض على مين وتحبس النهارده كده يعني مين نصبوا ايه كده، ده مهم جدا يعني. ده في حياتي. عندي شغل انزل اصور، واهم حاجه عندي كواليسي تبقى شكلها حلو، الناس حباني، وانا طبعي بحب الناس، يعني احب حتى ابقى سايبه كواليس حلوه. لازم ابقى وانا رايحه، يبقى لو لقيت اللوكيشن اتم ما بعرفش اقعد فيه بقى، لازم ابوظ لهم اللوكيشن خالص، لان انا ما بعرفش اقعد في اللوكيشن ده، دمهم تقيل، حد ما بيضحكش، عارف انت الروتين ده انا ما بعرفش اشتغل فيه. لازم اللوكيشن يبقى مهايبر كده، مش عشان انا مهايبره لا، بس انا احب يبقى الدنيا فيها فرفشه، يعني الدنيا لطيفه، حياه يعني قصيره، ومحدش بياخد الدنيا حاجه، لانك تقعد تضحك وتسيب صدى كويس عند الناس، والناس تفتكرك دايما بالخير، دي اهم حاجه. لو في حد عايز يمثل، بنت او من بنات بيتفرجوا علينا، حابه تخش مجال التمثيل، اوعي والله العظيم. ليه؟ يعني هل انت ممكن تديها نصيحه في حاجه او تقول لها حاجه؟ يعني لا، بص انا يمكن عشان المجال عندنا دلوقتي غير الاول، انت عارف طبعا يا احمد تغير البلان بتتغير كل شويه عموما، والاتيتيود بتاع الناس اتغيرت. يعني زمان لما جيت اشتغل انا دايما بقعد اقول زمان ليه؟ عشان انا كبرت في الشغلانه دي. ف 15 سنه بشتغل، مش هم ال 15 سنه اللي انا اشتغلت فيهم قبل كده، دلوقتي الوضع اختلف عن زمان. زمان حتى الناس المخرجين المنتجين، ممكن يكونوا هم المنتجين، بس انت عندك مخرجين تانيين دلوقتي دماغ مختلفه، مؤلفين بدماغ مختلفه، حاجات كتير. انت دلوقتي عندك فكر وعندك انك تعمل حاجات زي بتاعت اوروبا، احنا زمان ما كانش فيه الكلام ده. بس عموما دلوقتي المجال بقى كله ضرب وكله خناقات وكله معظمه عشان ما نظلمش الناس، من نفسنا كتير. يعني معظمه عشان ما نظلمش الناس، في ناس قدري انت مين ساعدك؟ اقول لهم انا محدش ساعدني، ولو انت فاكره انا ممكن هساعدك، انا مش هعرف اساعدك دلوقتي في الوقت الحالي، لانك زمان ممكن كنت املك ده، دلوقتي انا ما اقدرش املكه، لان انت ما عندكش دلوقتي انك تقعد تقول واحد والنبي عندي واحد عايز يمثل، فممكن يقول لك حاضر عينيا بس يرضيك، لكن مش هيعمل كده. لو ما كنتيش ممثله كنت هتبقي مضيفه فعلا؟ ايوه.